عليها عيون تودي في داهية، ومع ذلك رومانسية واقعية أوي. احنا بنتكلم أكيد أكيد عن العذراوية. يلا بينا. مساء العسل والدلع والجمال، بنكمل سلسلة نساء الأبراج الموسم الثالث. موعدنا النهاردة الليلة مع قنبلة الذكاء. أعيروني بقى الأسماع والأبصار كده، واللي في إيده حاجة يسيبها ويركز معايا، عشان عايزين ندي للعذراء حقها. طبيعي أنا بحب أكون إيجابي، فبركز شوية على الإيجابيات. يا ريت بقى الجديد يعرفنا بنفسه ونرحب بيه، واللي ما اشتركش يشترك عشان يقدر ان هو يتابع معانا الحلقات بعد كده. انثى برج العذراء في اغلب المواقف هادية، في اغلب المواقف ملامحها مش حادة، مش عنيفة، مش قوية، مش تبعث على الضجيج او تبعث على التوتر. النظر في ملامحها مريح، والنظر في عيونها دي قصة تانية خالص، عايزة لها سلسلة حلقات لوحدة. دائما بنات ونساء العذراء عيونها تجنن، عيونها جميلة، رموشها لا تقاوم، بحر جميل جدا جدا من الغزل ومن الشعر ومن الجمال ومن الرقة ومن اللطافة. وعدنا يا رب بعذراوية، يا ريت الكل يقول امين وما تبقوش بخل، قولوا امين. قوية الشخصية، من الإناث اللي صعب إن هي تقبل إن هي تخسر التحدي، أو إن حد يتغر عليها أو يشوف نفسه عليه. أي نعم هي حمولة لأنها عقلانية. دائما أنثى العذراء، أو غالبا أنثى العذراء، تدرس الأمور بواقعية، تحب إن هي تكون واقعية وما تكونش متسرعة في قراراتها أو ردات فعلها. عشان كده لو هي مرتبطة بواحد حلوف، واحنا شرحنا قبل كده يعني ايه حلوف، وربنا يكفينا شر الحلاليف كلنا، بتطول نفسها عليه. انثى برج العذراء بتطول وبتصبر عليه عشان ما تاخدش قرار تندم عليه بعد كده. ده دايما طبع انثى برج العذراء، عملية وتحب العمل وتقدر الحاجة الواقعية. يعني انت مع انثى برج العذراء مش مطلوب منك ان انت تكون خيالي اوفر قوي، او ان انت تعمل لها البحر طحينه قوي. بالنسبه لبرج العذراء، انثى العذراء قول وعود بسيطه واقعيه ونفذها، احسن ما تقول وعود كتيره قوي وما تقدرش ان انت تعملها. كده صورتك، انا بتكلم لو انت راجل او ست عامه، صورتك تتهز قوي في عيونها. قبل ما نكمل عن العذراء، يا ريت اللي ما خبطش لايك يخبط رجاء، واللي ما عملش شير يعمل، خلوا كله بقى يتفرج على العذراوية. وكالعادة احنا كرما ما تعودناش ان انتوا تكونوا بخلة. يعني انثى برج العذراء دائما في اللبس تحب الحاجة السيمبل البسيطة اللي مش مبهرجة قوي ومش الالوان الفاقعة قوي. ولا تنسوا شواذ القعدة، في اكيد عذارى مضروبين. في ناس بيبقى ابراجها للاسف كده مضروبه، اتولد في يوم واتكتب في يوم، اتعرض لظروف. يعني احنا عملنا حلقه شواذ القعده، بسيبها لكم في رابط وصف الفيديو اللي عايز يتفرج عليها في التعليقات. يعني كمان انثى برج العذراء ما شاء الله يعني ما بيعجبهاش الحال المايل، ما تعرفش تشوف حاجه غلط وتسكت، وهي دائما تعشق النصيحة وتوجيه النصيحة. دايما أنثى برج العذراء تحب تنصح، إنما بتنصح بشكل حاد شوية، يعني بشكل بيكون ممكن في حدة شوية ومفهوش تزويق كلام. لا لنا صبر على تزويق الكلام، ولا بنحب اللي بيزوقوا الكلام. العذراء تقول لك كده، عشان كده العذراء بتيجي خبطاها وعجبك عجبك مش عجبك، الشاطر يكمل ولا أنا أكمل، اشرب من البحر، يلا مفيش فرق كتير قوي. اوعى تفتكر ان انت هتعيش حياتك كده من غير ما تدوق شوية تجاهل على شوية لا مبالاة. انت كده يبقى ما تعرفش مين هي انثى العذراء وطريقة انثى العذراء. انثى العذراء كتومة وما تحبش الكلام الكتير، دايما تحب تسمع اكتر ما تتكلم، وما تسمعش في الهيافة. يعني ابوس ايدك، خف من الهيافة شوية، خلي كلامك كتير منه او اغلبه جدي واقعي
يعني ما بلاش كده تتطرق للأمور الهايفة كتير، لأن كده ممكن الباب يتقفل قوي في أي لحظة في وشك، وهيبقى قفاك يا قمر عيش. أنا بقول لك يعني، ومنظرك هيبقى وحش قوي. العذراء ترحل في صمت غالبا ومرة واحدة، يعني أنثى العذراء تتحمل قوي وتحسسك ان انت خلاص اتعودت ان انت تغلط، وتعودت ان انت تهجس كتير، وهي بتعدي وتفاجأ في لحظة الا لحظة في يوم بليلة ان هي سابت لك الدنيا وما فيها وخلعت. تحاول ترجع، تبدي الندم وتعتذر وتقول غلطان وسامحيني ورجعي. ابدا بيكون الرجوع صعب قوي قوي مع الأنثى العنيدة دي. ده احنا ما تكلمناش لسه عن العذراء والعند، ده العند ده قصة تانية. أنثى العذراء لو حست لمجرد الإحساس إن أنت عايز تعاندها، هنا هتخش معاك في دور عند كبير أوي أوي يزداد بمرور الوقت. صعب العذراء تستسلم عشان تبقوا فاهمين، والعذراء ذكية جدا جدا جدا، وبتعرف إزاي إيه يوجعك وتركز عليه، ايه يضايقك، ايه يدمرك، ايه يهدك. ده طبعا لو انت اللي ابتديت معاه. البادي دايما مع انثى العذراء هو الاظلم. العذراء والحب بقى اكيد مش هننسى نتكلم عن الجانب الجميل ده. العذراء رومانسية اوي يا جماعة، عشان في بعض الناس بتتهمني ان انت مطلع العذراء مش رومانسية. انا قلت كده حرام عليكم ما تظلمونيش، انما هي رومانسية واقعية عقلانية. ما هو الرومانسية درجات. أولا صعب إن أنت تلاقي ست ما هياش رومانسية، إنما في ست الرومانسية بتاعتها 70% وفي واحدة تانية 200%. زي ما كلنا عارفين طبعا إن أنثى الحوت البونبوناية الجميلة اللي قربنا عليها رومانسية أوي، تكاد تكون، مش تكاد تكون، هي بالفعل خيالية جدا. العذراء مش خيالية، العذراء رومانسية وكل حاجة، وتحب تسمع الكلام الحلو، وتحب الدباديب، وتحب الورود، وتحب اللف، وتحب الاحتفالات والمناسبات، بس بواقعية مش بهيبرة قوي ولا تزود قوي في النقطة دي. يعني خليك اعمل اتزان، خليك عقلاني معاها، لان العذراء صعب ان هي تنفصل عن الحياة العملية. لا، هي بتقدر الحياة العملية جدا. والعذراء دائما من النساء اللي بتبحث عن كارير طول حياتها، تلاقيها كده دايما عايزة تعمل دراسات عليا، دايما تحضر دكتوراه، دايما عايزة توصل لمناصب أعلى. لو الظروف ما خدمتهاش إن هي توصل لحلمها، ده موضوع تاني. ده مش معناه، أصل ممكن حد فيه، يعني بعض الناس في التعليقات كده، أنت بتقول إيه؟ ده أنا أعرف عذراء ما يعني ولا أي حاجة ولا كارير ولا بتاع. الظروف يا عم، الظروف يا سيدي، صوابعك مش شكل بعضها. الظروف النفسية، الأمور، الجوانب المحيطة، كل ده نحطه في الحسبان. إنما هيئ للعذراء الظروف المناسبة، شوف هي هتعمل إيه. دايما يبقى نظرتنا أبعد شوية من الموضوع ده، أو أبعد شوية من النقاط البسيطة اللي احنا بنتكلم عن. خلينا عميقين، وهي عميقة بمناسبة العمق. أنثى العذراء عميقة قوي، عميقة جدا، وتبقى أهبل وتبقى اهطل لو تتوقع ان انت سهل عليك ان انت تجيب قرارها او ان انت توصل لاخرها. ما تخلينيش انفعل عليك. العذراء صعبة قوي في الموضوع ده، عميقة جدا وغامضة مش تلقائية قوي، خليك عارف ده برضو. أنثى العذراء كمان بتدور على المثالية بشكل كبير قوي، وما تحبش يكون فيها غلطة ولا في اللي قريب منها غلطة، ودي المشكلة الأم السودة في شخصية أنثى برج العذراء اللي تعباها وتعبانة قوي معاها. ولا تنسى، من النساء اللي ما بتنساش، بلاش أعمل كده عشان في واحدة قالت لي أنت عايز تبين الساعة بتاعتك. أقسم بالله ما قصدي، بتقول لي أنت عامل كده عشان تبين الساعة، هي حركة لا إرادية، فعشان ما حدش يتلكك لنا أهو. يلا شوف أنا براعي إزاي بقى آرائكم ووجهات نظركم. مش عارف يا سامعاني دلوقتي ولا لأ، كانت قوس باين، بس معلش احنا عارفين ان القوس تلقائي فبنقبل منه اي حاجة. اللي صعب جدا ان هي تصطنع او تتصنع او تلجأ للاسلوب ده. يعني انثى برج العذراء، في نساء طبعا بيبقى في اصطناع، بيبقى في دبلوماسية عالية قوي،
تقريبا بتسيطر على كل جوانب حياتها العذراء. لا، العذراء ما بتحبش، ملهاش تقل كده، بتحس ان هي مش شايفة نفسها او مش لايق عليها الستايل ده، او مش لايق عليها الاسلوب ده، فعشان كده نادرا ما تلجأ ليه الا بقى في المناسبات الاجتماعية، في الامور اللي هي الضرورية وما شابه، ممكن مضطر عشان النظام كده او الروتين كده، فممكن ان هي تلجأ إليه. أنثى برج العذراء بتحب قوي اللي يوفي بوعده وما تحبش تطلب الحاجة مرتين. في بعض النساء تلح، أنثى العذراء تحب لما تطلب طلب هي مرة وتقول بينها وبين نفسها، ما هو لو بيحبني أو هو لو بيقدرني ما ينساش طلبي، إنما عشان العذراء تطلب مرتين أو ثلاثة بيبقى صعب أوي، وعشان العذراء تطلب منك طلب فأنت ما تنفذوش فهي تسكت وتتعامل معاك عادي، فأنت تعتقد إن كده هي نسيت، يبقى أنت غلطان أوي، ده هي فاكرها لك وفاكرها لك أوي إن أنت قصرت معاها في حاجة زي كده. مش من النساء اللي هي بتعيد وتزيد في كثرة السؤال او في كثرة الطلب، واصلا العذراء ما عندهاش الصنعة دي، ما عندهاش حتة ان هي تطلب. يعني من اكبر الهموم والضغوط عليها لما تبقى مطالبة ان هي تطلب حاجة من حد، ما تحبش تطلب حاجة من حد اطلاقا. لذلك لو انت مرتبط بيها وما انتش حلوف، ما تخليش العذراء او تستنى من العذراء ان هي اللي تقول لك هات الحاجة او اعمل الحاجة، دايما فاجئها وهاتها لها انت من نفسك، هيبقى معناها كبير قوي عن انثى برج العذراء. عشان انا عارف من جوايا ان ناس العذراء ما بيحبوش الرغي الكتير، وخاف قوي لا تقولوا عليا ان انا رغاي كبير، انا هكتفي بالقدر ده، بس هقول كلمتين لو تسمحوا لي في النهاية. اخبط لايك لو ما خبطتش، واعمل شير، ومواقعنا وروابطنا، وكمان عملنا رقم للاستشارات الخاصة، كل ده في وصف الفيديو وفي التعليقات. وإلى اللقاء مع مين بقى؟ العسل وحلقة العسل، خلينا ما نحرقش الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.